جولة فكرية روحانية لتجديد طاقات الإيمان. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. في ظلال أسماء الله الحسنى لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. من أحصاها علمًا وعملًا هو الذي يدخل الجنة. الله سبحانه وتعالى متصف بالسلام في ذاته وصفاته وأفعاله، لأن الدين سوف ينصره الله وقريبا إن شاء الله. حديث الإمام الطيب مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في رمضان على قناة مصر الأولى.